دكتور ماسك. متى يفطر مريض الضغط؟ معظم المرضى الذين يأخذون العلاج ويكون كافي للتحكم في ضغط الدم خلال شهر رمضان يكون الصيام آمنا لهم، حتى بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المعتدل الشديد. ولكن المريض الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم الغير منضبط، حينها يجب أن يفطر، خاصة إذا زادت قراءة العدد الانقباضي، الضغط الانقباضي، إلى 160 أو أكثر. أما في حالة أزمة ارتفاع ضغط الدم عندما يزيد العدد الانقباضي عن 180 أو يزيد العدد الانبساطي عن 120، يعني 18/12 باللغة العامية، يحتاج المريض في هذه الحالة عناية طبية عاجلة جدا، وحينها ستظهر أعراض مثل ألم في الصدر، صداع، ضيق في التنفس أو تغيرات بصرية، فيجب التوجه مباشرة إلى الطوارئ. ويفطر مريض الضغط أيضا إذا كان يعاني من أمراض أخرى مثل مرض السكري مثلا، أو إذا كانت لديه مشكلة في القلب. صيام مقبول وأفطار شهي. دمتم بخير. دكتور ماسك.